بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أرحب بكم أجمل ترحيب في انطلاقات هذه الأشواط التي ننطلق بها هنا في هذا المهرجان الكبير الذي خصصت له هذه الأشواط. حاضرين نحن هنا مع هذه الشعارات التي ننقل لكم إياها بصورة مباشرة عبر البث المباشر والنقل الحصري لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. أشواط حاضرة الآن في هذا المسار، عددت لانطلاقات الإجداع الأبكار هنا من مسافة 6 كيلومترات. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، الأسماء الحاضرة في هذا الشوط مذخورة وجدل. انذار المسيلة، إلاف ومنجم، الزود وتغرودة، الفايزة وغارة، وطن ومكلفة، وصايف وموق، خيال ولمعة، الوطن ونوف، منصة والعامرة، صدى وكرارة. هكذا متابعين الكرام أعود إلى مقدمة الشوط، أول المراكز وأول الحاضرات في هذا المسار رنوف، أو بالفعل من حضرت وغيرت. وصايف للضبيان بن مياح بن فياض الشمري يحتل الصدارة قادما من المملكة العربية السعودية من حايل. يا مرحبا يا بعد حيي وميتي، هنا ينطلق مع صدارة الشوط. يا سلام يا سلام. المركز الثاني، أين أنت يا المركز الثاني؟ بالفعل نوف راشد بن محمد الدعية حاضرا هنا، هنا حاضر شعار الدعية يتقدم بالمركز الثاني. المركز الثالث منصة لسعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحباب، يبدأ بالتسلل الآن، وهذه الرياضة مسموح فيها التسلل، مسموح جدا. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الرابع، نتأخر قليلا خطوة بخطوة نعطيكم تفصيل شوط. يا سلام الله، شعار سعد الرشيدي حاضرا الآن مع مكلفة مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامسا مشاهدين، العامرة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، لكن التسلل أيضا يستمر لحد الآن مع الفايزة سعيد بن علي بن حفار المري. حاضر 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 هنا مع هذه الانطلاقة عبر المركز الخامس. المركز السادس، انطلاقات حاضرة ومسار متميز في هذا المسار. الله يا سلام، الانطلاقة والحضور من إلاف أعتقد حاضر الآن مع علي بن ناصر بن جابر الغفراني، لكن التسلل أيضا يستمر. صدى لنايف بن سمار العتيبي حاضر هنا، حاضر هنا مع هذه الانطلاقة. إذن مشاهدين الأعزاء، الست المراكز المتقدمة هنا مع هذه المراكز، أسماء حاضرة الآن في هذا المسار تود بخطف الناموس، بينما عود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أهالي حايل وصايف يقدمونها، وصايف يا الشمري، ضبيان بن مياح بن فياض الشمري، يا سلام يا ضبيان يا سلام، يسيطر كل سيطرة هنا مقدما. لنا آمال وطموحات أبناء ميدان حايل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا يتقدم مع وصايف، ينطلق مع وصايف، يسيطر مع انتصاف المسافة، يقدم ما لديه من امتيازات وملفات وعروضات يستمر بها من خلال هذه المعطيات بهذه الأشواط التي خصصت لها هذه الانطلاقات وهذه التحديات. شوط الإبكار المركز الثاني. يا سلام، نقل إلى المركز الثاني، الانطلاقة من منصة لسعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث، سعد عيد بن شاف الرشيدي، يا سلام
حاضر هنا يتقدم مع مكلفة عبر المركز الثالث المركز الرابع رابعا مشاهدينا الأعزاء. الانطلاقة من صدى نايب السمار. المركز الخامس حضورا بنوف لراشد بن محمد الدعية. المركز السادس انطلاقة من الفايزة سعيد المري. المركز السابع انطلاقة من كرارة حسن بن محمد بن راشد الصعاق. ثامن المراكز انطلاقة من إلاف علي بن ناصر بن جابر الغفراني. المركز التاسع الانطلاقة من العامرة محمد بن صالح بن حبتور العامري. عاشر المراكز الزود لخليفة بن مكتوم بن محمد الإجباري. هكذا العشر المراكز الأولى، أكتفي بها يا مخرجنا وأنطلق وإياكم حاملا هذه الشعارات إلى الناموس. ولا زالت وصايف، لا زالت تقدم الوصفة الجميلة، شعار أبو سيف. يا سلام يا سلام يا أبو سيف راعي الكايدة يتقدم مع الألف وثمانمائة متر الخطيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أهالي حايل، أهالي حايل يطالبونك يا الضيان. الله يا الشمري يا بعد حيي، روح 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 مع الصدارة، ولكن دير بالك من أهالي الدار يقدمون مكلفة مكلفة. يا الرشيدي يا سعد يا بن عيد يا الرشيدي يتسلل الآن يتسلل الآن قادما هنا مع أهالي الدار بين وصايف على المركز الثاني مركز الوصافة. المركز الثالث أرى التحديات من نوف أيضا أول حبابي مع منصة. المركز الرابع انطلاقة كرارا للصعاق. أعود مع الألف ومئتين، ألف ومئتين متر تفصلنا عن خط النهاية. ورصدت هذه اللحظات الأخيرة التي شاهدنا وإياكم الكيلو الأخير يا مضمرين، تنويه وأيضا دعم تدريجي إلى ناموس الشوط. مكلفة على الصدارة، مكلفة على الصدارة. سعد الرشيدي المركز الثاني، حضر الصعاق كرارة الصعاق. يا سلام أهالي دولة قطر على المرتبة الثانية. تقدم الآن، تتقدم الآن كرارة، تتقدم تنطلق كرارة، تتصدر كرارة، تذهب مع الصدارة. الله يا الصعاق، الله يا الصعاق. حسن بن محمد بن راشد الصعاق الشعار الأورنجي يتصدر بهذه المعركة الجميلة الصباحية، والسماء المليئة بالغيوم في جو الكويت الهائل في مساء هذا اليوم الموافق السادس من فبراير لعام 2023. البطولة الكويت الدولية، وها هي كرارة تكرر الإنجاز. إذا مع الصعاق هنا مع هذه الانطلاقة، يا سلام يا سلام. سلمت يمينك يا راعي كرارة، سلمت يمينك يا راعي كرارة. السلامات إلى ميدان الشحانية، ميدان الشحانية إلى السلام. جهزوا جهزوا القطرية، جهزوا القطرية وقص البوردينج، خل السلام يذهب إلى ميدان الشحانية مع الصعاق. الله يا حسن يا ابن محمد يا ابن راشد، الصعاق تهانينا، ألف مبروك على هذا الإنجاز المسائي الصباحي أيضا مع هذه اللحظات الجميلة. إذن good evening يا صعاق. المركز الثاني سعد عيد الرشيدي. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء، بالفعل بين منصة وكذلك وطن. المركز الخامس إلاف لعلي بن ناصر الغفراني. هكذا متابعين الكرام نتيجة هذا الشوط الخاص بالإبكار الإجذاع. إذن نلتقي معكم بالشوط القادم. Yeah.
مشاركة 22 من المطالعة لهذا اليوم في فترتنا الصباحية. إن شاء الله باقي علينا تقريبا 3 أشواط. ومرة أخرى أرحب في أخوي عبد الله أبو رفعان. أخوي عبد الله شفت الشوط هذا أيضا، شفنا الأجواء الجميلة الخارجية طبعا خارج الاستوديو، الناس يتحدثون هذه الأجواء الجميلة اللي مناسبة لكل محبين أهل الحلال. عسى الله يوفقهم إن شاء الله، ونقول ألف ألف مبروك ونماس الراعي كرارة حسن محمد بن راشد محمد الصعاق من دولة قطر. وهالإنجاز سلالة كرارة نبي نتكلم عنها أيضا. تفضل. نعم طبعا كرارة أنا ما يعني ما نمون بسلالتها بالتحديد، ولكن حسن محمد هذه طال عمرك كرارة بنت الزبار. بنت الزبار، بنت كرار طال عمرك. نعم بنت كرار. طيب على كل حسن محمد بن راشد الصعاق يمتلك سلالات مميزة ويمتلك يعني إنجازات قوية وله تواجد دائما في الميادين. إضافة لذلك مكلفان هنية سعيد بن عيد بن شايف الرشيدي المركز الثاني اللي يمثل الكويت وحضر الحضور المميز ونافس على الأول وانتزع المركز الثاني. إضافة لذلك حتى نافس وهل قوة في الحلال نشوفه في استلام أخوي عبد الله المركز الأول ما شاء الله. نعم يعني شفت كرارة كان بين مكلفة وكان بين وصايف وضيان بن مياح الشمري، كان التنافس بينهم بعدين وأيضا أوامرني والحماس في إخواننا بالسيارات ما شاء الله عليهم الله يعطيهم العافية. هذه وصولها طبعا على الوقت أخوي عبد الله. نعم هذه التوقيت 9:07 28 جزء من الثانية الكرارة هيمك حسن محمد بن راشد محمد الصعاج من دولة قطر. نقول له ألف ألف مبروك ونماس دائم. كذلك مكلفة سعد بن عيد بن شافي الرشيدي 9:12 و55 جزء من الثانية. نقول له ألف ألف مبروك. نشوف المركز الثالث مع بعض مشاهدينا الأعزاء. نعم أخوي عبد الله هذه يعني دخول مميز بين منصة ووطن حمد بن جرحب ومنصة لسعيد بن حمد. نعم. و9:20:26 جزء من الثانية طبعا.